أقام مركز التكعيبة للتنمية الفنية والثقافية عرض أزياء لبسي بالمصري ضمن فعاليات مهرجان بالمصري أكون. الفكرة كلها أننا كنا قاصدين بعد الثورة أن احنا ما نعملش أحداث تعبر عن الثورة زي ما أي حد عمل، كنا عايزين نعمل حاجة مختلفة شوية، فجت لنا مهرجان فكرة مهرجان بالمصري أكون أن احنا نقدم مجموعة من الفعاليات تبقى بتعبر عن هويتنا وشخصيتنا المستقلة. فكان الجزء الأول منها هو التصميم الفوتوغرافي مع عدد مصممين اسمه صمم بالمصري، وبعدين الجزء الثاني كان صور بالمصري اللي هو المعرض ده النتاج بتاعه، والجزء الثالث هو كان تصميم الأزياء لبس مصري. النهاردة حاولنا نلاقي في اللبس المصري بتاعنا صياغات أو تيمات تبقى جوه اللبس المصري بتاعنا. العرض النهاردة طلع نتاج ورشة لبس مصري كان درب فيها الأستاذ إسلام حامد، طلعنا أكتر من 30 تصميم من الورشة. ورشة كان فيها 10 مشاركين، وانضم لنا مجموعة من المصممين من بره الورشة وهم شاركوا معنا النهاردة برضه. احنا بنحضر لليوم ده بقالنا فترة، احنا عملنا زي ما قلت حضرتك الأول خالص مهرجان اسمه بالمصري أكون. المهرجان ده كان فكرته ان احنا عايزين نوثق قوي الهويه المصريه، الحاجات المصريه الاصيله اللي اي حد في العالم اول ما يشوف الحاجه ديت يعرف ان الحاجه دي بتاعت مصر. جت الفكره ديت عملنا ورشه اسمها صمم بالمصري وتصميم ازياء، وكان نتاج الورشه اليوم اللي حضراتكم شايفينه النهارده. قلنا هنعمل ديفيلي مصري، وبعد كده قلنا نكبر الفكره شويه ونعمله يوم كامل مصري كل في كل الاجواء المصريه. حلمنا كلنا تكون مصر دوله منتجه في كل المجالات، وممكن من خلال عرض ازياء لبسي مصري النهارده تكون بدايه ان كل المصريين يلبسوا مصري. انجي خالد، نهارك سعيد.